رفع راية نصره وسط العاصمة واعتباره القوة المدافعة عن مدنية الدولة وحوشا لم ترى الأرض لهم مثيلة. جاء الرد قاسيا من وحوش الغضب، ولسان حالهم يقول: الرد ما ترى لا ما تسمع يا حفتر. وكان الرد في الجفرة هذه المرة، حيث قامت مقاتلات سلاح الجو الليبي بدك القاعدة على رؤوس من فيها بضربات جوية وصفت بالدقيقة منذ فجر الجمعة وحتى منتصف النهار من ذات اليوم. فهل شدة الضربات التي أنهكت ميليشياته هي من أخرجته من وكره في الرجمة؟ أم لدى حفتر ما يعول عليه ليدخل العاصمة؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها بعد التقرير التالي. بأرواحكم ودمائكم وبكل ما آتاكم الله من قوة نطمئنكم ونطمئن كل الليبيين الشرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب. بأرواحكم أنتم ودمائكم أنتم وبكل ما آتاكم الله أنتم فإن موعدنا نحن لا أنتم مع النصر قد اقترب. بهذا يخاطب المشير المهزوم ميليشياته ويطمئنهم في أسلوب وعبارات معبرة عن حقيقة مكنونة، كأنه يعتقد أن ما يطمئن ميليشياته وجمهوره هو أن يبذلوا دماءهم وأرواحهم وكل ما آتاهم الله لا لشيء إلا لتحقيق نصر المشير وأبنائه ومجدهم الموهوم. لكنه نصر طالما وعدهم به منذ أن شن عدوانه في الرابع من أبريل الماضي، معلنا أنه سيدخل العاصمة فاتحا في 48 ساعة، لتتحول لأكثر من 4 أشهر من الهزائم والانكسارات، وميليشياته تتلقى الضربات تلو الضربات حتى فر أبناؤه وقادته منهزمين من غريان مركز عملياته الرئيسي في الغرب الليبي. وليس آخر تلك الانكسارات فشل ساعة صفره الأخيرة قبل أيام. ضربات موجعة وانكسارات مؤلمة جعلت المشير يطلق على من كانت ميليشياته تسميهم البريوش وحوشا لم تشهد لهم الأرض مثيلا. تواجهون معا عدوا متوحشا لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلا. ورغم محاولاته الرفع من معنويات ميليشياته المنهزمة باستحضاره للخطاب الديني ومحاولة توظيف نصوص القرآن في خطابه ووصف ما تقوم به ميليشياته بالجهاد والبطولات، إلا أنه بدا منكسرا، وبدا خطابه هزيلا منفصلا تماما عن الواقع بوصفه لمن سماهم العدو المتوحش بأبشع الجرائم والنعوت التي يعلم العالم كله أنها لا تنطبق إلا عليه وعلى ميليشياته الإرهابية المجرمة. وسرعان ما جاءه الرد قاسيا من قوات الجيش الليبي، ولسان حالهم: الرد ما ترى لا ما تسمع. وكان الرد في الجفرة هذه المرة، حيث قامت مقاتلات سلاح الجو الليبي بدك القاعدة على رؤوس من فيها بضربات جوية استمرت منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة وحتى منتصف النهار. تم من خلالها تدمير مستودع للطائرات المسيرة وتدمير طائرة يوشن تستخدمها الميليشيات في نقل الذخائر والإمدادات. فما الذي أخرج حفتر من وكره في الرجمة ليخاطب فلول ميليشياته المنهكة؟ أهي شدة الضربات التي تتلقاها؟ أم هي وطأة الضغوط الدولية التي تبدو في تصاعد الدعوات لوقف التصعيد والعودة للمسار السياسي، ما يعني فشل حملة المشير العسكرية وتحطم آماله في الفتح المبين؟ أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة التناصح، والتي نسلط فيها الضوء عن آخر المستجدات الميدانية وكذلك السياسية، ونتابع معكم
دلالات خطاب مجرم الحرب خليفة حفتر الأخير. وأرحب بضيوفي معي في هذه التغطية. هنا في الاستوديو السيد المهدي كشبور وهو المحامي والناشط السياسي، وأرحب بضيفي من طرابلس السيد محمد النعاس الخبير العسكري والمحلل السياسي، وأرحب بضيفي من مصراتة مصطفى المجعي الناطق الرسمي باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب. أهلا بكم ضيوفي الكرام. ولعل البداية من هنا من الأستاذ مهدي، بداية ما قراءتك لخطاب مجرم الحرب خليفة حفتر الأخير؟ هذا الخطاب الذي يعني شاهدناه جميعا، وكان هناك تضمين للخطاب ديني داخل هذا الخطاب، آيات قرآنية، مصطلحات دينية وعبارات شرعية إلى ما إلى ذلك. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وسهلا بك محمد والسادة المشاهدين والضيوف الكرام أيضا. أنا أتوقع يعني أو أعتقد أن تضمين هذه المصطلحات والعبارات، والتي أعتقد أنه لا يؤمن بها في سياسة الخاصة، ولكن لأن أحد أهم تركيبات الموجودة لديه في قوات التي يرتكز إليها خليفة حفتر هو التيار المدخلي، وهذا التيار يعني يميل إلى المغازلة بمثل هذه المصطلحات، وبالتالي يحاول دائما خليفة حفتر والمسماري وغيره أن يستعملوا مثل هذه العبارات والألفاظ لكي يعني يضمن ولاء هذا التيار الدائم لهم وشبه العقد العرفي المبرم بينهم أن تحافظ لنا على هذا المظهر وفي نفس الوقت نحن نقاتل من أجلك. وهذا أعتقد هو تفسيري أو تأويلي لدس هذه العبارات التي لا يؤمن بها هو من ناحية فكرية. أيضا الخطاب أنا يعني وكأنه يعني يحاول أن يجدد عزيمة يعني جنوده والموالين لها، إن لا نحن ما زلنا موجودين وما زلنا يعني أكثر من 5 سنوات، وهو كل مرة يعد بالحسم المبين والحسم المتين ومن هذه المصطلحات العدة وساعة الصفر و يعني والنصر المؤزر وما إلى ذلك. 5 سنوات الآن هو يكرر مثل هذه المصطلحات، والأسف أتباعه يعني باستمرار يعني يصدق هذه الشعارات الباهتة ويسعوا خلفها معلقين بأمل، يعني وكان هو مدرك أن 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 قد قدم أكثر كل ما يملك في هذه المعركة في بدايتها، معركة طرابلس التي كان ينوي على حسب تعبيره تحريرها، يعني هو قدم كل ما يملك في هذه المعركة وكل قوة يعني استعملها في هذه المعركة، ولكن لم يعد له إلا هذه الخطابات الباهتة والمظهر الذي يحاول أن يظهر به، أنه لازال يحاول أن يظهر أنه هو قائد الجيش ويظهر بالبزة العسكرية، ولكن هذه المرة بدون الأوسمة، ولأنها أصبحت محط سخرية دائمة من الإعلام، فيبدو أنه استدرك هذه الجزئية وتخلى عن الأوسمة حتى لا يعني تعتبر مستمسك ساخر ضده باستمرار. نعم، أنتقل لضيفي من طرابلس سيد محمد النعاس الخبير العسكري والمحلل السياسي. سيد محمد، كيف بدأ لك حفتر وهو يتكلم كرجل عسكري يقود ميليشيات يسميها بالجيش ويقود معارك الآن للسيطرة على عاصمة ليبيا؟ كيف بدأ لك؟ أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريمين، ونترحم على شهدائنا الأبرار ونشد على أيديهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب على أيديهم نصرا مؤزرا قريبا بإذن الله. لو رجعت إلى الحلقات المتعددة اللي أخرجت فيها نامي على هذه القناة الطيبة، من البداية أنا سخرت منه وعلمت أنه دعي جاهل عبارة عن طبل أجوف يتكلم عن معارك وعن انتصارات حجمه ووزنه لا يسمح له بتحقيقها. فمن البداية قلنا أن جيشه هذا الذي يقول عنه أنه جيش منظم، وألويته المجحفلة التي يقول أنها مجحفلة، أنه لا يستطيع أنه أدعى كابه ويستطيع أن يتحرك في جبهة يعني تمتد إلى 1200 كيلومتر. وقلنا أنه لو بعث
لو بعث رومل أو مونتجومري حيا لعجز عن تحقيق الانتصارات في هذه الجبهة في هذا الرقم القياسي من الزمن، فما بالك بجيش مهترئ جيش يعني كشكول من البشر لا تنطبق عليه مفاهيم العلوم العسكرية من حيث التنظيم والتجهيز والعقيدة القتالية والفكر الاستراتيجي والفكر التكتيكي والفكر العملياتي. ومن البداية احنا عارفين ان هذه مهزلة، لكن للأسف الشديد هي طالت اكثر من 3 أشهر وحصلت ارواح للأسف الشديد. ولكن السؤال دائما يرجع لمن يدعم هذا المجرم، ومن يطيل امد الصراع في هذا البلد، ومن يوقع بين ابنائنا هذه الضحايا والخسائر في هذه الحرب الظالمة العبثية التي تعطل التنمية وتعطل قيام الدولة. حفتر عبارة عن شخصية هزلية، الآن سيكتب في التاريخ على أنه جنرال يعني أضحوكة لا أكثر ولا أقل. طيب ضيفي من مصراتة سيد مصطفى المجعي، بما أن الحديث الآن عن الخطاب الأخير لمجرم الحرب خليفة حفتر، أريد أن أسأل يعني، وأنت حضرتك الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، هل لهذا الخطاب علاقة ربما بما يسمى ساعة الصفر التي يعني لطالما نسمع بها في إعلام ميليشيات حفتر، دائما ما تنطلق هذه الساعة ودائما ما تتوقف؟ مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومستمعي القناة. بالفعل تحدث الجميع بمختلف أفكارهم ومشاربهم عندما حللوا خطاب هذا المجرم، الكل أجمع على أنه خطاب هزيمة، الكل يجمع بمستوى ثقافتهم سواء المدنية أو العسكرية، الكل يجمع على أنه جاء في محاولة أخيرة لرفع معنويات بقايا جيشه المهزوم أو لرفع معنويات أنصاره إن كان لديه أنصار. على هذه القناة أيضا تحدثنا وقلنا بأن ساعة الصفر كنا نعتقد بأنها ربما تكون نوع من التسريب الخاطئ أو الكاذب، ولكن ما بعد كلمة هذا المجرم تبين لنا بأنها هي هذه ساعة الصفر حقيقة وليس له ما يقدم. كان كلاما باهتا ضعيفا مهزوما. دائما هؤلاء المجرمين على غرار سيده المجرم الطاغية معمر القذافي في 2011 عندما تم إلقاء القبض والأسر على مجموعة من الضباط المقربين لديه، على سبيل المثال منصور ضو أحد أدرعه اليمنى، في حديث معه شخصيا عندما تحدثت إليه قلت له كيف بهذا المجرم عندما يتحدث عن الانتصارات ونحن ندكه كل يوم، يعني هل معقولة معمر القذافي ما يعلمش أن مصراتها مثلا على سبيل المثال، لأني لمست هذا الواقع سأتحدث عن هذه الحادثة، يعني كيف معمر القذافي قاعد مصدق أن مصراتها قواتها ممكن تدخل مصراتها وأنه لازال بإمكانية لدخول مصراتها، يعني أنا يعني أخذ هذا على المثل للقياس يعني. فقال لي بالحرف الواحد لا يستطيع أحد أن يبلغه بأننا مهزومين إلى آخر لحظة، وهم كل المحيطين به ما فيهمش واحد يقدر يقول له رانا احنا مهزومين ورانا احنا ما نقدروش ندخلوا مصراته. هذا المجرم ينطبق عليه الآن ما انطبق على القذافي، يخسر كل يوم بجنوده ولكن لا يستطيعون إبلاغه بأنه مهزوم. ربما خروجه في هذه اللحظة الهزيمة من أبلغه عنها هم رفقاؤه أو داعميه، يبدو أن المعلومات التي وصلت بأن حتى من دعمه من فرنسا بدأ يتخلى عنه بعد أن عرفوا بأن حقيقة ما سيحدث لقاعدة الجفرة وما حدث اليوم نفس الفعل والسيناريو الذي حصل في غريان يحصل الآن في 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 الجفرة. كان الفرنسيون موجودون في غريان أكيد يعني اسمع، لكن أكيد اسمع بالقصة اللي صارت في غريان وطرد ميليشياتها من غريان، وإلا يعني لما كان أقال أو عزل عبد السلام الحاسي وعين في مكانها. لا هو بالتأكيد المسمى لا. مبروك الغزوي تقريبا. لا هو حاول بالتأكيد، هم لا هو يعلم أكيد ما حصل في غريان، وربما كيف ما قلت لك هم سوقوا له بأن هي خيانة وسيرجعون إليها وسيعودون وستعاد الكرة.
أنا أقول لك وبكل صراحة أخي محمد، أنا في أي تحليل إحنا استمعنا وكان معنا مجموعة من الخبراء والمختصين، حاولنا قراءة الخطاب أكثر من مرة، الكل يجمع بأن هذا الرجل مهزوم، هذا الرجل يشعر بأن حتى من معه قد تخلى عنه. واضح. وبالتالي سيأتي قريبا اليوم الذي سيتخلى فيه عن هؤلاء الفلول التي واضح معنا. جدا سيد مصطفى، ابقى معي وأعود لضيفي هنا في الاستوديو سيد المهدي كشبور. طيب هذا الخطاب هل كان خطاب واقعي؟ هذا ربما التحريض وشحذ الهمم لدى أفراد ميليشياته وأن موعد النصر قريب والدخول إلى طرابلس، يعني هل من المنطق ذلك؟ هل هذا خطاب واقعي؟ أخي محمد، يعني هي المعركة من الأول لم تكن يعني واقعية ولا منطقية ولا، وبالتالي من الظلم أن نقيمها اليوم بتقييمات موضوعية. دعنا نقيمها كما يعني وكأن حفتر هو من يفكر. الآن أمام حفتر لا توجد خيارات، هو مهزوم، لا توجد أمامه إلا أن يقوم بخطاب تحفيزي يرفع المعنويات. وأيضا هناك بعض المصطلحات التي تنبئ كما تكلم ضيفك كريم المجعي أن هناك تخلي دولي عنه أو رفع يد الدعم عنه عندما كان يخاطب أنصاره ويقول يعني أنتوا الدبابة وأنتوا الطيارة وأنتوا المدفع، وكأن انقطع دعم من الخارج. من بالأمس ورود معلومة أن هناك طائرة بدون طيار تحوم فوق الرجمة، مما دعاهم إلى إعلان حالة الطوارئ وما إلى ذلك. هذه مؤشرات يعني خطيرة بالنسبة لحفتر، يدرك جيدا هذه الإشارات ما معناها. أيضا الموقف الفرنسي اليوم ليس هو نفس الموقف الفرنسي للفترة السابقة. اليوم يعني نسمع عن تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في مسألة الدعم، وهذه الدول ليست كالأنظمة العربية التي تساس من قبل رئيس فرد يفعل ما يشاء. لا، هناك معارضة وهناك أحزاب قوية تحاسب رئيس الحكومة وربما حتى تقوم بعزل. طيب رئيس الدولة إذا كان الحال كذلك، يعني شن خلى الرجل يطلع ويتكلم إذا كان هو وضع مأساوي؟ لا يوجد أمامه إلا هذا الحل لرفع معنويات أنصاره، لا يوجد أمامه. هو شخص مهزوم عسكريا، تخلى عنه حلفائه وأنصاره، لم يستطع تحقيق أي تقدم ولن يستطيع تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض. القوات اللي على الأرض تحولت من الدفاع إلى الهجوم، وهو اليوم في موقف الدفاع بدلا أن كانت له يعني المبادرة في مسألة الهجوم، اليوم هو في وضع الدفاع بل وضع الانسحاب. في حدث ذلك في غريان، وقريبا ربما يتخلى عن حلفائه في ترهونة وفي الجفرة وإن شاء الله إلى الرجمة، يعني كما نتحدث دائما. ولكن هذا هو الحال اليوم. الحال اليوم حفتر منهزم، يحاول أن يعني في أسوأ الأمور أو في أحسن الأمور أنه هو يبرر انهزامه لجمهوره، أن نحن نعول عليكم إذا ونواجه وحوش. نعم، ونواجه وحوش لا طائل لنا بها وما إلى ذلك. هذه المبررات. طيب. التي يعني كان في الأول يقول نحن نواجه ميليشيات ضعيفة ولن تصمد أمامنا، واليوم اكتشف العكس. وليس اليوم فقط، يعني هذه مسيرة بدأت من 5 سنوات واليوم تستكمل، ويعني تتوج بالانتصارات وهزيمة هذا المهزوم في طرابلس وفي غريان وإن شاء الله في كامل المنطقة الشرقية. نعم. قريبا. واضح جدا. سيد محمد النعاس، بما أن الرجل تحدث على الوحوش التي يواجهها الآن في العاصمة طرابلس، كيف ترى ربما تأثير الآن المعركة الجارية على أسوار العاصمة طرابلس واستبسال وبسالة قوات الجيش وقوات الثوار في الدفاع عن العاصمة، كيف ترى تأثيرها على هذا الظهور لخليفة حفتر الذي ربما اتفقتم أنتم ضيوفي وكما اتفق كثير من المراقبين على أنه ظهور لشخص مهزوم وكأنه يعلن عن هزيمته ولكن بطريقة أخرى؟ نعم، أنا أفردت تحليل خاص على صفحتي في الفيسبوك
وحللت وذكرت أهم النقاط التي وردت في خطابي وهي حوالي 7 أو 8 نقاط، ثم حللت ما ورد على لسان هذا الجنرال المجنون في حوالي 11 نقطة. طبعا لا أريد أن أكرره هنا لأن ليس بين يدي، ولكنني أقول أهم ما ورد في كلامه هو أنه قال وصف قواتنا بأنها متوحشة. هذا لم يقل عنهم كالعادة أنها ميليشيات إخوانية إرهابية تتبع القاعدة إلى آخره، أو تجمع ميليشياوي كما الحشد الميليشياوي لهم الأرض مثيل. نعم. طبعا هذا دليل على انهيار كبير جدا في معنوياته واعتراف بحجم الخصم، لأن الحرب في الميدان أحجام وأوزان وعقول وإيرادات. هذه قواعد الصراع التي وضعها الله سبحانه وتعالى الذي هو خلق الصراع وخلق النقيضين. الحاجة الثانية أنه لأول مرة يستعمل عبارة الجيش الوطني والقوات المساندة له، هو سرق نفس العبارة التي تستخدمها قواتنا. نحن نقول الجيش الليبي والقوات المساندة له، هو الآن لأول مرة يقول الجيش الوطني والقوات المساندة له، لأن في المدة هذه سمعنا أنه يحشد كثير من المرتزقة عن طريق التعاون مع الإمارات والنظام، ربما نظام السوداني الجديد. وكذلك يحشد كثير من الجلجويد والتشاديين وجماعة دارفور إلى آخره، وربما لكي يعطيهم غطاء قانوني يقول القوات المساندة له. فالقوات المساندة لقواته تختلف عن قوات المساندة لقواتنا. قوات المساندة لقواتنا نحن هي كتائب الثوار المناضلة التي ناضلت في 2014 وناضلت ضد القذافي حتى آخر لحظة لسقوطه، وهي الآن تنافح عن العاصمة وتجاهد وتقدم الشهداء، وهي قوات شريفة تحمل عقيدة تقاتل في سبيل الله ثم الوطن. بالنسبة للوضع النفسي، إذا أردنا أن نصفه بدقة لهذا المجرم الداعي، هو أنه في حالة انهيار كبير جدا جدا جدا. ونلاحظ أنه هو من يوم ما سقطت قاعدته المتقدمة بالمفهوم العسكري في غريان، لم يقوم بأي هجوم مضاد يسترجع فيه ولا متر واحد من قواته. كذلك أعلن ساعة صفر في 22 شهر الجاري، قام ببعض المناوشات في محاور وادي الربيع وخلة الفرجان وربما طريق المطار شوية، ولكنها عبارة عن محاورات عبثية. سرعان ما تمكنت قواتنا من دحرها، ولذلك فإن الرجل في وضع خطير جدا. واليوم ضربة الجفرة هذه الحقيقة ضربة قاسمة. إن صح الخبر بكل تفاصيله، وإن صح أن طائرة اليوشن قد ضربت، فهذه الطائرة هي من نوع IL-76، هي آخر ما يملكه الحقيقة. نعم، لنحلل عسكريا ما الذي جرى في الجفرة، ما الذي جرى في الجفرة، يجب أن نعرف المعلومات. وأسأل هنا أستاذ مصطفى المجعي، ما الذي جرى في الجفرة اليوم؟ ما حصل في الجفرة أخي محمد هي عملية عسكرية من ضمن الخطط الحربية التي ربما أشرنا إليها في كثير من اللقاءات معكم حتى في هذه القناة تلميحاً، أشرنا إليها تلميحا بأن هناك الكثير من المحاور والجبهات التي ستفتح، ولن تكون هي ضربة من ضربة يعني هكذا، ستكون هي بداية عمليات موسعة ومكثفة ستكر وتكبر كما كرة الثلج إن شاء الله لتكر ما بعدها. ما حصل ربما فرح الكثير والجميع فرح بهذه الضربة، ربما أكثرهم أنا تحديدا، لأنني كنت أعلم تماما منذ أسبوع كامل عندما وضعوا الشباب هذه الخطة، قالوا لي تحديدا أو أبلغوني بأن يوم فجر الجمعة، أي قبل أسبوع، بأن فجر الجمعة سيتم بإذن الله دك قاعدة الجفرة. أن تأتي هذه الضربة في نفس التوقيت التي تم التحديد له قبل أسبوع، هذا يدل دلالة واضحة على أن الخطة كانت وسرت كما هو مخطط لها من قبل القادة في غرفة العمليات. النتيجة ما النتيجة لهذه يعني الضربات سيد مصطفى؟ النتيجة كل الأهداف أخوي محمد، كل الأهداف الحيوية التي موجودة في قاعدة الجفرة تم استهدافها وضربها.
يعني بمعنى تجمع للطائرات المسيرة تم استهداف مباشر. طائرة اليوشن أؤكد للأستاذ محمد بأن تم استهداف مباشر وإخراجها من ال من ال من الخدمة. هذا تماما قولا واحدا. يعني المهبط الرئيسي تم استهدافه، المهبط المخصص للطيران المسير تم استهدافه. الطيران لم يتوقف لحظة عن دك هذه القاعدة منذ ساعات الفجر إلى منتصف النهار، وسيستمر في دك لمعاقلهم. ما حدث في الجفرة بإذن الله سيكون نقلة نوعية في ميزان المعركة إلى ما بعد. نعم. وستشهد سأعود على إليك ذلك سيد الأيام مصطفى. القادمة إن شاء الله. نعم سأعود إليك سيد مصطفى وأعود لضيوفي الكرام، ولكن يعني أستأذنكم للخروج لفاصل. أنتم أيضا مشاهدين الكرام أدعوكم للبقاء معنا لنعود بعد هذا الفاصل. أحيي الأبطال المرابطين من كتائب الثوار وضباط الجيش الأشراف الذين بقوا على العهد واجتمعوا وتحالفوا وترابطوا على أن يردوا الكيد ويردوا العدوان على مدينة طرابلس. فقد تمادوا من كل مكان وتجمعوا وأتوا من كل حدب وصوب، وأحمد الله تعالى أن ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم، وهي نعمة من الله يجب شكرها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عدنا لكم في هذه التغطية، ورحب مرة أخرى أيضا بضيوفي الكرام. وكنا نتحدث سيد المهدي مع السيد مصطفى على ما جرى في الجفرة اليوم. يعني بداية أريد أن أسأل عن تقييمك للحراك العسكري، والسؤال الأهم هنا ما مدى تماشي الحراك السياسي مع الحراك العسكري الموجود على الأرض، وربما هناك وكأن هناك نقلة نوعية في نوعية العمليات العسكرية. نعم عسكريا أنا يعني لا أستطيع الخوض كثيرا في هذا الملف كوني يعني رجل مدني، ولكن أستطيع أن أؤكد لك أن المسارين العسكري والسياسي هما مسارين متلازمين. إذا ما تقدم المسار العسكري سوف يتقدم أو يفترض أن يتقدم المسار السياسي معه بوتير بنفس الوتيرة أو أسرع، لأن المسار السياسي أسهل من المسار العسكري، ولكن هذا يحتاج إرادة عند حكومة الوفاق. هل هذه الإرادة متوفرة؟ يعني نحن كيف نحاول تقيم أداء هذه الحكومة الآن، يعني بعد أن مرت 3 أشهر أصلا، ويعني الآن نحن في بعد 100 يوم. نعم دعني أعطيك مثلا قياس على الأداء الحكومي في اليوم. عملية كبيرة قامت بتحقيقها السلاح الجوي وضرب لمعاقل حفتر في جفرة، و يعني عملية كبيرة، إلى الآن لم نسمع تصريح رسمي من حكومة الوفاق ولا من سيد رئيس حكومة الوفاق. نعم. وهو في ذات الوقت وزير الدفاع، بل وجدنا بيان بإعلان حداد لمدة 3 أيام على وفاة رئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وهذا يعطيك مؤشر بعدم اهتمام، لا أدري أو على مبالاة بما يسير على الأرض. هذا يعني على الصعيد وزارة الدفاع، وزارة الخارجية وكأنها خارج الخدمة يعني بالكامل في هذا، يعني لم إلى اليوم لا توجد هناك خارطة تحالفات سياسية دولية، لا توجد خارطة لتفكيك تحالفات حفتر. يعني عندما نتحدث عن دعم فرنسي لحفتر مثلا، لم نجد إلى اليوم
بيان صريح وواضح يتحدث على إدانة هذا الدعم. أيضا العمل الدبلوماسي كان يجب أن يتم ليس من خلال المؤسسات الرسمية التي تدعم حفتر، لأن هذه المؤسسات اتخذت قرارا بناء على استراتيجيات وليست على بناء استنادا إلى عواطف. وبالتالي زيارات المتكررة لرئاسة فرنسا لن تجدي. كان ينبغي أن يتم العمل مع المعارضة، مع المعارضة الفرنسية لكي تضغط على الرئيس الفرنسي لكي، واليوم يعني إلى أن تحركت المعارضة الفرنسية من تلقاء نفسها، بل حتى الأحزاب المؤيدة للرئيس الفرنسي تحركت وشكلت لجنة برلمانية للتحقيق مع الرئيس الفرنسي عن هذا السر المعلن يعني كما سموه يعني. طيب. إذن هناك غياب كامل لوزارة الدفاع ورئاسة المجلس الرئاسي، وزارة الخارجية، هناك طرح لملفات تثير يعني تحفظات تيار المؤيد، مثل القرار الإفراج عن البغدادي المحمودي من قبل وزير العدل الذي لم نسمع له أي تصريح طوال هذه الأزمة إلا اليوم يخرج لنا بقرار مثل هذا، قرار الإفراج، ولم لم نسمع منه أي بيانات تدين خليفة حفتر أو تسير في ملاحقة خليفة حفتر. واضح جدا. سأعود إليك سيد المهدي في هذا السياق، وأسأل ضيفي من طرابلس السيد محمد النعاس الخبير العسكري والمحلل السياسي. استمعت معي ربما للمعلومات التي تحدث عنها أو تحدث بها السيد مصطفى المجعي عن عملية الجفرة اليوم، ما الذي يعني هذا الكلام؟ ما الذي يعنيها أن تكون عملية قد خطط لها قبل أسبوع وقد تم تنفيذها بدقة متناهية وبأهداف دقيقة كما تحدث السيد مصطفى وأكد تم تدمير ربما مستودع به طائرات مسيرة، أيضا طائرة اليوشن، كذلك المهبط الرئيسي ومهبط الطائرات المسيرة؟ في اعتقادي والله أعلم أن هذه العملية ترقى في أهميتها إلى مستوى، هل تسمعني؟ نعم أستمع إليك. نعم تفضل. ترقى إلى مستوى عملية سقوط القاعدة المتقدمة للعدو وهي قاعدة غريان. لماذا؟ لأن في عالم الحروب قواعد الإمداد هي الأساس في كل شيء. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وصل الاستراتيجيون الكبار إلى قناعة بأن أي قوات تقاتل في جبهة لابد أن تكون وراءها في كل 100 كيلومتر قاعدة إمداد مهمة جدا جدا. يعني تصورة يعني مثلا من الجفرة إلى ترهون الآن المفروض يكون عندها على الأقل 7 قواعد إمداد لكي تمد قواتها. طبعا هو ما عندهاش كلام، هذا عارفينها. بالنسبة لقاعدة الجفرة هذه هي قاعدة الإمداد الرئيسية. لماذا؟ لأنها تهبط بها طائرات الإمارات من نوع C-130، وتهبط بها طائرات المصرية من نوع C-130 هيركوليس هدية، وهي تأتي بالإمدادات وبالجنود وبالدخائر وبالآليات، وهو يملك تقريبا آخر طائرة التي هي IL-76 اليوشن، لا يملك أخرى غيرها حسب اعتقادي وحسب علمي والله أعلم، ربما الأخ مصطفى المجعي يكدنا المعلومة هدية. إذا ضربت هذه الطائرة وقد أكدها أخونا مصطفى المجعي، فهذا يعني انهيار معنويات العدو، أن الوسيلة الجوية الوحيدة التي توصل، وهي طائرة ضخمة طبعا ما في شك في ذلك، وهذه الطائرة دخلت الخدمة سنة 1976 في القوات الروسية وصنع منها حوالي 690 طائرة، وهي الآن تعمل وهي طائرة مهمة جدا 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 في القتال والإمداد ونقل جنود للأغراض وكذلك الأغراض المدنية. ضرب هذه الطائرة في هذه الليلة أنا متأكد أن قادة حفتر يندبون ويبكون، لأنها وسيلتهم الوحيدة للتواصل بالتموين بالعتاد وبالرجال وبالدخائر وبالآليات، فهي ضربة مهمة جدا جدا. بالإضافة إلى ذلك نأمل أن تكون قواتنا الجوية قد حصلت على قذائف يعني من 500 كيلومتر من 500 كيلوغرام فما فوق، وضربت بها المهبط وضرب كذلك التاكسيوي الرنوي والتاكسيوي. إذا كان هذا فتح مبين يتفوق حتى على الفتح الذي حققناه في غريان، وأنا سعيد بهذا جدا وأحيي قواتنا الجوية على هذا العمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقلهم من نصر إلى نصر.
نعم، أنتقل لضيفي السيد مصطفى المجعي وأريد أن أسأل، هل ربما هناك تحرك عسكري ما في اتجاهات أخرى؟ المعركة جنوب العاصمة وهناك هدوء في محاور القتال جنوب العاصمة حقيقة، وهذا أيضا من الأسئلة التي أردت أن أطرحها عليك. يعني طالت مدة الهدوء الحذر في محاور القتال، فجأة نسمع عن عملية عسكرية جوية ضخمة كما تحدث السيد محمد نعاس في الجفرة، ما الذي يعني تستعد له قوات الجيش؟ هل تحضرون لشيء ما؟ عودونا الأبطال أخوي محمد، عودونا الأبطال بمثل هذه الأفعال التي تأتي دائما مباغتة لكل ومعاكسة لكل حسابات العدو. بالفعل ربما تشهد محاور القتال بالقرب من طرابلس هدوءا حذرا، بالرغم من أن قوات الجوية استهدفت قبل قليل في وادي الربيع في متلة القيو، استهدفت شاحنة لنقل الوقود وبعض الآليات العسكرية استهداف مباشر وتم تدميرها. لكن ما أود أقوله للأستاذ محمد تعقيبا على ما تفضل به، بنقول لك أخوي محمد هم بالتأكيد بدوا يندبوا، وخير دليل على ذلك بأنهم بدأوا يتحدثون على أن هذه الطائرة طائرة لوشن هي كانت لنقل الحجاج، وكانت معدة لنقل الحجاج من المنطقة الجنوبية إلى مطار بنينة في محاولة لاستعطاف الرأي العام بأن ما تم خسارته يعني هو خسارة لغرض نقل الحجاج، يعني هذه الطائرة كانت في مطار الجفرة جاءت لنقل الحجاج، وبالتالي اعتراف تام بتؤدي عمل مدني باعتبار لا هو ايه هو اعتراف اعتراف تام بخروج هذه الطائره من الخدمه. اما محاور القتال اخي محمد، العقيده القتاليه التي يقاتل بها ابناء قوات عمليه بركان الغضب منذ اليوم الاول، منذ اعلان ساعه حاله النفير العام والتصدي لهذا العدوان ودحره وهزيمته، وبالتالي هذا الهدف المعلن الكبير. أما التكتيك العسكري فهو خاضع لمعطيات الميدان للقادة، ولهم ولله الحمد طيلة المدة الماضية شهد القاسي والداني بقدرتهم بإمكانياتهم على المناورة على العمليات. هذا المجرم في مناطق القتال، أريد أن أسأل يعني هناك معلومات كثيرة، نعم دائما ما يتم تداول معلومات على أن ميليشيات حفتر تحضر لهجوم كبير وأنها تحضر لساعة الصفر وغيرها، هل لديكم معلومات عن نية هذه الميليشيات ربما تدشين حملة عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة أو في المنطقة الغربية بصفة عامة؟ لا لا هو ما هو لا لا لم يعد لديه القدرة على الفعل. تحدثنا عن طيلة الأيام الماضية نتحدث عن ذلك، نتحدث أنه لم يعد لديه القدرة على الفعل. من يملك الميدان ومن يملك الفعل والتوقيت وتوقيت المعركة واختيار زمانها ومكانها هي قوات عملية بركان الغضب، وسيشهد الأيام القادمة تغير جذري وستكون المعارك على مدى أوسع وفي مكانات أشمل وأكبر. كما كان التخطيط لعملية الجفرة أخذ أيام إلى أن بان نتيجته على السطح، هناك الكثير من الأماكن التي يتم التحضير لها الآن في قوات، لأن منذ اليوم الأول عندما تحدثنا أخي محمد كنا نتحدث بكل صدق وبكل شفافية بأن قوات عملية بركان الغضب موجودة، أسود قوات عملية بركان الغضب تجوب الصحراء، كنا نتحدث ونحن نعلم وعلى يقين تام بمدى إمكانيات قدراتنا في بسط السيطرة على كثير من هذه المناطق وهذه المدن. التوقيت ربما هو خاضع لغرفة العمليات وللقادة في الميدان، لكن بالعكس ما ستشهده الأيام بإذن الله هو سقوط كثير من الأماكن، حتى ربما من المدن التي لم يتم تداولها حتى في الإعلام، وستكون مفاجآت كبرى. في المنطقة الغربية أخي محمد دعني أختصر، كانت له ثلاث مكانات رئيسية أو ثلاث محطات رئيسية، هي غريان كانت قاعدة عسكرية، غرفة عمليات رئيسية
كانت ترهونة هي الخزان الذي يلتقي فيه التجمع البشري للجنود، وكانت الجفرة هي قاعدة الإمداد. الآن نستطيع القول بأن بعد تحرير مدينة غريان، والآن عندما أصبحت مدينة الجفرة قاب قوسين أو أدنى بين في قبضة قوات عملية بركان الغضب، لم يتبقى في المنطقة الغربية إلا مدينة ترهونة التي ستأتي يعني خلينا نقوله بالعامي حطيها بروحها، يعني تلقائي عندما تجد نفسها معزولة في عزلة تامة. وبالتالي ربما من هذه نوع آخر من السياسة القتالية التي يتبعها قوات عملية بركان الغضب. الآن ننقل المعركة إلى مكانات أبعد وأوسع وأكبر، ربما الاستفادة منها تكون تعود بالنفع على القوة وعلى عملية بركان الغضب أفضل يعني. طيب سيد مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، كنت معي مباشرة من استوديوهاتنا في مصراتة، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي هنا في الاستوديو سيد مهدي كشبور، إذا كان لديك تعليقات على هذه المعلومات التي أساقها السيد مصطفى المجعي. وأريد أن أسأل في الجانب السياسي أيضا، هناك لقاءات كثيرة لغسان سلامة والبعثة الأممية مؤخرا، برأيك هل هناك شيء يتم الترتيب له من قبل البعثة؟ الحقيقة يعني أنا أكثر ما أسرني في المعلومات اللي تحدث عليها السيد المجعي هو أن هذه الخطة وضعت منذ أكثر من أسبوع، واستطاعت قوات البركان عملية بركان الغضب أن تحافظ على سرية المعلومات وطوال هذه المدة، وهذا ما يؤكد المهنية العالية التي تعمل بها غرفة عمليات بركان الغضب، وأيضا التزام المقاتلين والجنود والضباط وضباط الصف الموجودين في عملية بركان الغضب على المهنية العالية، وهذا ما يؤكد يعني أن ستكون هناك المزيد من المفاجآت، هناك تخطيط وتخطيط عالي المستوى، وأيضا مستوى عالي من المحافظة على السرية ودقة في التنفيذ، ويعني نأمل أن يكون هناك في المستقبل عمليات يعني من هذا النوع ستحقق يعني قطع إمداد على العدو، وهو كما تحدث ضيفك النعاس أن الحروب الحديثة هي تعتمد على ليس المواجهة بقدر ما هي قطع خطوط الإمداد على العدو، مما يتيح الأمر إلى انهزامه من الداخل وانهياره بالكامل، كما يتوقع سيد المجعي أن يحدث لترهونة بعد إن شاء الله سيطرة على الجفرة. أيضا بالنسبة للبعثة، الفترة الأخيرة يبدو أن البعثة انسحبت قليلا من المشهد السياسي. السيدة ستيفاني الآن لها تقريبا 10 أيام مختفية بالكامل. سيد غسان سلامة كذلك يعني ظهوره يعني يكاد يكون قليل جدا، ولم يأتي في جديد، تكرار لنفس الخطابات الدائمة، لا حل عسكري، لا يجب أن نجلس على طاولة مفاوضات وما إلى ذلك، وكأنه يعني انهزم بانهزام حفتر في غريان. لا أصبح لا يخفى على أحد تورط البعثة المباشر في دعم خليفة حفتر سياسيا، أو على الأقل الصمت على جرائمه والصمت على انتهاكاته. يعني كانت البعثة ترعى المؤتمر الجامع الذي كان ينبغي أن يكون انعقد في غدامس، إلا أن خليفة حفتر عرقل هذا المسار. كان ينبغي على البعثة أن تقوم بإدانة خليفة حفتر وإيقاع عقوبات عليه، كما فعلت مع خصوم آخرين لم يقوموا بمقام بي خليفة حفتر. يعني عندما نتحدث عن شخصيات وطنية مثل السيد نوري بوسهمين وسيد خليفة الغويل وسيد صلاح بادي، هذه الشخصيات فقط الاختلاف في وجهات النظر تم إيقاع عقوبات عليهم. في المقابل خليفة حفتر يرتكب العديد من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقة المسار السياسي والدستوري وما إلى ذلك، لا نجد إلا إدانة هناك للفعل وليس للفاعل، وهذا يعني ازدواجية في التعامل. وانسحاب اليوم هو ينعكس يعني على 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 المشروع الذي كانت تعمل عليه البعثة، وهو محاولة تمكين حفتر سياسيا من العاصمة، إلا أن تهور حفتر وغباءه
ولكن يبدو أنهم تخلوا حتى عن حكومة الوفاق التي دائما ما قالوا بأنها وأنهم يدعمونها ويقفون وراءها، لكن يبدو أنهم تخلوا عنها وتركوها الآن في ساحة المعركة بمنطق إيدك وحديدك زي ما يقولون. يعني كان ينتظر أن يقوم حفتر بالحسم حتى يكرر كما يكرر دائما أن حفتر أمر واقع أصبح، ولكن الحمد لله قواتنا على الأرض، قوات بركان الغضب والقوات المساندة لها، يعني استطاعت إفشال هذا المخطط وهذا المشروع. طيب. والحمد لله حسنا فعلت يعني. نعم. أسأل السيد محمد النعاس ضيفي من طرابلس بهذه المعطيات، سيد محمد المعركة إلى أين في رأيك؟ فيما يتعلق بجيش حفتر، نقول جيش حفتر نعم الذي لا يخضع لأي معايير أو مقاييس في العلم العسكري، هو جيش غريب جدا غير مسؤول، مهزوما ومنتهيا. لماذا؟ لأنه ضربت خطوط إمداده جميعا، وحجمه ووزنه لا يساعده على الاستمرار في هذه المعركة، لأن التراخي الزمني أو البراح الزمني الذي منح له وهو أكثر من 110 يوم الآن لم يثبت فيه أنه قادر حتى على الوقوف على قدميه، فما بالك بتحقيق النصر الذي يدعيه. الآن أسقط في أيدي مؤيديه، والدليل على ذلك الذي يجب أن نشير له، وقد أفردت له تحليلا خاصا على صفحتي الخاصة في فيسبوك، هو اجتماع القاهرة الذي عقد من حوالي أسبوع، أنا مش عارف أمتى يعني، وما حضرتك تتذكر التاريخ متاعها. هذا الاجتماع مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه يضم الأطراف الثلاثة التي تدير الصراع في ليبيا، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وطرف رابع قوي وهو أكبر شريك تجاري في ليبيا وصاحب مصلحة هو إيطاليا، ثم مصر والإمارات. هذه السد والتي اجتمعت، هذه الإمارات لماذا؟ لأنها هي التي لها علاقة مباشرة بالدعم المادي واللوجستي، هي التي تنفق الدولار، وهي التي تشرف على غسل الأموال الليبية التي يتم بها شراء السلاح وإمداد حفتر باحتياجاته في الميدان. لا ننسى أن المال الليبي له دور كبير جدا في هذا الموضوع. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن بالنسبة، وكذلك مصر هي التي كلفت من البداية من الدول الثلاث المهيمنة على الملف الليبي برعاية وتنمية حفتر، وتكوين جيش له، وتكوين ما يشبه دولة له، وفتح كلياتها العسكرية، وكذلك المملكة الأردنية هي الأخرى ضارعة في الموضوع وفي الصراع، وسوف تثبت الأيام ذلك، وكذلك أنشأوا له كلية عسكرية للمشاة في 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 المرج في بنغازي، وكذلك زودوه بشركة بلاك أوثر التي يملك حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أكبر أسهم وعطية المساهم الرئيسي فيها، كانت تعمل من 2014، وعندما كنت أعمل في وزارة الدفاع كوكيل وزارة كان لدينا معلومات مفصلة عنها، فالحقيقة تعمل منذ ذلك الحين، وهي التي أسست له ضبطت له الأسس الأولى لتأسيس دولته المقبلة. الآن كل الخطط التي وضعت والثقة التي وضعتها الدول الغربية الثلاث الكبرى المهمة في مصر، وكذلك ما قامت به مصر مع حفتر ليكون هو الحاكم العسكري المقبل الذي سترسم عن طريقه خارطة الاستثمارات وكذلك الخارطة المالية في ليبيا. الآن فشلت. ما رشح عن مؤتمر القاهرة يقول بأنه لا بد من الحل السياسي، لكن ما لم يعلن هو أن حفتر انتهى، وأنا متأكد من ذلك. نعم سيد محمد نعاس، أسأل ضيفي هنا في الاستوديو سيد مهدي كشبور ختاما، يعني في رأيك المعركة إلى أين، سواء كان سياسيا أو إذا كان لديك نظرة للمعركة العسكرية على الأرض؟ الحقيقة أعتقد أن السؤال ماذا بعد المعركة هو أبلغ. أعتقد أن المعركة شبه اليوم محسومة عسكريا، حفتر ينهزم ولا حظوظ له في الانتصار، ولكن السؤال الحقيقي هو ماذا أعددنا لما بعد المعركة، ماذا يعد المجلس الرئاسي أو حكومة الوفاق لما بعد المعركة، أو إلى أين يريد أن يسير بالمعركة. يعني كلنا نطمح إلى تحرير كل ليبيا من خليفة حفتر وعصابته، ولكن
ما هي خطة حكومة الوفاق؟ هل تنوي فعلا أن تكمل المعركة إلى تحرير كل شبر من ليبيا، أم أنها سوف تتوقف عند الجفرة، أم يعني واضح. هذا سؤال يجب أن ترد عليه حكومة الوفاق. أيضا ماذا بعد المعركة؟ ماذا نعد لما بعد المعركة من ملفات مصالحة، وكيف سنستطيع لملمة شتات هذا الوطن وبعد هذه المعركة وبعد انهزام خليفة حفتر؟ اليوم نتحدث يعني عن 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 ربما في فترة قريبة جدا تنهار عملية الكرامة بالكامل، وقيادات عملية الكرامة، وربما نجد حتى يعني خليفة حفتر يفر خارج الوطن عندها. ما هي الخطة هنا؟ اليوم يجب أن نتحدث ونفتح هذه الملفات المهمة التي يجب أن تقودها حكومة الوفاق يعني، وتقود وأيضا الأحزاب الوطنية والتيارات والنشطاء وكل يعني كل المهتمين بهذا الشأن أن يفتحوا هذه الملفات. ماذا بعد المعركة؟ واضح جدا سيد مهدي كشبور، ضيفي هنا المحامي والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا للسيد محمد النعاس الخبير العسكري والمحلل السياسي، كنت معي مباشرة من طرابلس. وشكرا لضيفي الذي كان معي من مصراتة، السيد مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب. شكرا لكم أنتم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لكم مني أطيب التحايا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك.